متابعي قناة دار مريم، مرحبا بكم معي في وصفة جديدة لقناتي. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد الحريشات اولا ميني حرشة كيجيو غزالين بزاف شكلا ومذاقا، يعني ديال تحمير الوجه كي تنقولوا، واعرين بزاف وخفاف. ما نطولش عليكم بزاف ونخليكم مع الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة ديال التحضير. فبسم الله. اذا بسم الله، بالنسبه للمقادير غنحتاج واحد الكاس ديال الزيت، كاس العنبة، غنحتاج لواحد يوغورت بنكهه الفاني او اي نكهه بغيتو، بنان اولا، ولكن من الاحسن استعملوا نكهه الفاني. غنحتاج لواحد جوج بيضات، غنحتاج كاس العنبة ديال السكر سنيده، كاس العنبة ديال الماء، جوج خمارات، والقشره ديال حامضه، ونص كيلو ديال السميده رقيقه. اذا بالنسبه للطريقه ديال التحضير فهي جد سهله. غناخد اناء غادي ندير فيه البيض، نضيف عليه السكر، نخلط العناصر، نضيف واحد القبيصه ديال الملحه، غير قبيصه، ونخلط العناصر مع بعضياتها. نحاول نطربهم مزيان. من بعد ما خلطناهم غادي نضيف الكاس ديال الزيت، كيف قلت لكم القياسات بكاس ديال بكاس العنبة، غنخلط، غنضيف الكاس ديال الماء، نضيف اليوغورت، ونضيف القشرة ديال الحامض، غنضيف السميدة تدريجيا، نص كيلو ديال السميدة، غنضيف ليها جوج خمارات، صافي، وحركوا العناصر مزيان مزيان. حركوا العناصر حتى ينسجموا مع بعضياتهم. اذا بعد ما خلط العناصر ونسجموا، كيف كتشوفوا راه كتكون يعني العجينه متماسكه هي هذيك. غناخذ قوالب كيف ما كانوا، تقدروا تاخذوهم سامبل. انا خديت هادو ديال لي طاخت، دهنتهم بالزبده ورشيت عليهم يعني السميدة شويه بالسقوش، وغنبدا نعمر لي مول ديالنا. حركوه الاول بهذا الشكل، حاولوا ما تعمروش بزاف لانهم فيهم الخمارات. بهذا القياس هذا تقريبا جوج معالق، ثم بهذا الشكل
هما هكا تيتقادو. صافي غنستمر نعمر الكويسات ديالي ونتلاقاو. اذا هانتوما كيف كتشوفوا من بعد ما كملتهم، بس ما عرفتش شنو دار لي الظلام، المهم ما عليناش. من بعد ما كملتهم غادي ندخلهم دابا الفران اللي غيكون مسخن من قبل، واللي شاط ليا غنحاول نديرو في شي مول ولا نغطي بسلوفان حتى يخرجوا هادو ونكملهم. صافي ندخلهم الفران عادي بحال كطيب الحرشه، نشعلو ليها من التحت حتى تطيب، ومن بعد نشعلو لها من الفوق ونقدموها بالصحه والعافيه. اذا هنا من بعد ما خرجتهم من الفران فكيف كتشوفوا الشكل ديالهم، كيجي واعر محمر، يعني محمرين بقياس واحد. فكيف كتشوفوا غادي نبدا نحيدهم دابا من القوالب ديالهم، راه كيتحيدوا بسهوله ملي كدهنوهم بالزبده وترشوا بالسميد. وكيف كتشوفوا راه تحمروا، يعني وجاف العلو ديالهم هو هذاك، يعني الخمارات اللي درت لهم كافيين. فغنحيدوهم كاملين من القوالب وندوزو ان شاء الله باش نزوقوهم. انا هنا بالنسبه للتزيين دهنت غير بشويه ديال العسل، من الافضل ذوبوه، اولا الا عندكم كوفي داك كوفيتير السائل حتى هو يكون احسن. ودهنوه وغطستو وجههم في شويه ديال اللوز مهرمش، تقدروا ديروا الكوك، تقدروا ديروا الشوكولات، اي حاجه تزيين كيبقى اختياري، كل واحد وشنو متوفر ليه وكل واحد شنو عنده. ما نبغيش نربط يعني شي حد بشي حاجه. فكيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها، فكيجيو غزال خفاف وهشاش بزاف بزاف، يعني يديوهم معاهم وليداتهم للمدرسه اولا للكوتي ليكم. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.